يشكل قطاع البناء والأشغال العمومية محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، حيث يساهم ب 6.6% من الناتج الداخلي الخام، كما يشغل حوالي 9.3% من السكنة المغربية النشيطة، حيث ساهم هذا القطاع خلال سنة 2014 في خلق 990 ألف منصب شغل. ويولي المغرب اهتماما خاصا لقطاع البناء والأشغال العمومية من خلال تخصيص 80% من الصفقات العمومية لهذا القطاع الذي يضم أكثر من 60 ألف مقاولة متخصصة. ونظرا لأهمية هذا القطاع، وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك استراتيجية لتطوير الهندسة والمقاولات المرتبطة بالبناء والأشغال العمومية بناء على دراسة مشتركة مع مهنيي القطاع. ويدخل تفعيل هذه الاستراتيجية في إطار عقد برنامج بين الدولة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل التوفر على خارطة طريق تضمن المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص. وخصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنويا مبلغا يناهز 30 مليار درهم للاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتعلن عن تفاصيل هذه الميزانية والمشاريع والبرامج المرتبطة بها بداية كل سنة بحضور ممثلين مهنيين ووسائل الأعلام. وقد وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك نظاما معلوماتيا لتسهيل مصادر تكييف وتصنيف مكاتب الدراسات ومقاولات البناء والأشغال العمومية، كما أحدثت نظاما لتأهيل مختبرات البناء والأشغال العمومية لتواكب بطريقة مهنية وحرفية إنجاز الأوراش الكبرى. وقد وضعت الوزارة مشروعا لأحداث وكالة وطنية لتجهيزات العامة لتكون رائدة في قطاع الإشراف المنتدب على الأوراش الوطنية، وبهدف تشجيع تنافسية الشركات الوطنية العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، تحرص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولة المغربية في الصفقات العمومية. واشتغلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تأهيل قطاع استغلال المقالع، حيث تمكنت الوزارة من تحضير القانون المتعلق بالمقالع والذي تم نشره في الجريدة الرسمية سنة 2015، حيث تقوم الحكومة حاليا بتحضير المراسم التطبيقية الخاصة به، وذلك من أجل تسهيل المصادر والاستغلال العقلاني للمقالع مع الحفاظ على البيئة في إطار المحاسبة والشفافية وتكافؤ الفرص. ومن أجل تكوين كفاءات قادرة على مواكبة إنجاز الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، تعمل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية على تكوين مهندسين وكفاءات في ميادين من بينها هندسة البنية التحتية والبناء والأشغال العمومية وتهيئة التراب الوطني. كما عملت الوزارة على إعادة فتح معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في البناء والأشغال العمومية بكل من فاس وأكادير، إضافة إلى إطلاق الدراسة المتعلقة بإعادة فتح هذه المعاهد بكل من الرباط والعيون ومكناس. هي إذن إصلاحات وتدابير ضمن أخرى شهدها قطاع البناء والأشغال العمومية خلال السنوات الأخيرة، إصلاحات تعكس أهمية هذا القطاع الذي يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني ويعد مولداً أساسياً للبنية التحتية بشتى أنواعها.